بالنسبة لكورونا فيروس، هو يعني ما نقدر نتكلم على حذافير المرض، كل واحد يعرف الآن في هذه المرحلة، وصلنا إلى مرحلة الضمور في المرض. بالنسبة إلى أهم شيء هو كورونا، بالنسبة لمرضى السرطان، مرضى السرطان مع الأسف أنه يصابون بالكورونا أكثر من الآخرين بسبب ضعف المناعة، وهذا الموضوع جدا جدا مهم، سواء كان كيميائي أو إشعاع أو علاج جراحي، المناعة لمرضى السرطان هي أوردي ضعيفة، وبوجود الكورونا فيروس تسبب ضعف في المناعة أقوى، لذلك تأثير الكورونا على مرضى السرطان يكون أقوى بحوالي عشرات المرات بمقارنة بالأشخاص العاديين. جهاز المناعة للشخص العادي يستجيب للكورونا ويعاديها، فلذلك أنه المرضى العاديين حتى ما تظهر عندهم أعراض، مرضى السرطان هم أوردي المناعة ضعيفة جدا، فالأعراض تكون مضاعفة، خصوصا مثل البداية يبدي كفلو لايك إلنس، صعوبة بالبلع، صعوبة بالشم، وصعوبة بالتذوق. مرضى السرطان هم أوردي أعداد كبيرة منهم ما عندهم هاي الأعراض، فيظهر المرض في مرحلة متقدمة قبل ما نكشف أنه عندهم أعراض، أنه أعراض الكورونا. الشيء المهم أنه مرضى السرطان إحنا عندنا في الإمارات، أي مريض سرطان عنده يأخذ كيميائي أو 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 جراحي أو علاج إشعاع، إحنا ما نقدر نسوي له أي علاج من هذا إذا ما نثبت أمره أنه هيز كوفيد نيجاتيف، which is very مهم، لأنه حتى لو نقدر نأخر علاجه لأيام أو أسابيع بحيث ما يتأثر إلى أن يصير الكوفيد نيجاتيف وليس بوزيتيف، المضاعفات حتكون أقوى جدا، يعني التنفس، صعوبة في التنفس، النيمونيا والالتهاب الرئوي والمضاعفات الرئة هتكون حوالي 5 إلى 10 مرات أكثر بمقارنة بالشخص اللي ما عنده سرطان. طريقة العلاج هتكون أشد خطورة وأقوى، بحيث نكون مور أجريسيف بالتريتمنت مالته، يعني مرضى السرطان اللي ينتهون بصعوبة التنفس والرئة ينتهون بالفنتليتر بسهولة أسهل من المرضى العاديين. يعني إحنا هنا لكل 100 واحد مريض يصاب بالكوفيد يدخل المستشفى بأعراض، 1% ينتهي بالإنعاش، غرفة الإنعاش، بينما مرضى السرطان 1 من 10. الحقيقة هي مش بهالطريقة، لأنه الكشف المبكر بالسرطان هي عملية مستمرة، هي عملية مثل إحنا لو فرضنا الثدي إحنا نسوي له للمرأة، هو عبارة بعد العمر 40 سنة ultrasound and mammogram. يعني الكوفيد لحد الآن بدأ بديسمبر 19، والآن إحنا بعدنا في جون، يعني حتى لو كان أي تأخير فتأخير مبدئي بسيط جدا. بالنسبة لسرطان القولون، كل 4 سنوات إلى 5 سنوات نسوي كولونوسكوبي، لحد الآن إحنا ما عبرنا هذه المرحلة حتى يحتاج another كشف مبكر. هذا السؤال هو سؤال عبارة عن إيجازي وليس حقيقي، إنه إحنا هنتأخر بالكشف عن مبكر عن مرضى السرطان. تأثير على جهاز المناعة، ما لحد الآن المرحلة جديدة جدا، ما عبرنا 5 سنوات بعد الكورونا حتى نقدر ننطي على البروسبكتيف ستديز أو ترايلز. هل ممكن؟ نعم. هل وجود حقيقة؟ لحد الآن غير واضحة، لأنه لمعرفة شغلة معينة مثل هذا سؤالك، إحنا لا ممكن أن تمر علينا سنوات وراندمايز ترايل، يعني نجيب ورا سنة واحدة نجيب أشخاص متعافين من الكورونا لمرضى السرطان وأشخاص غير مصابين مرضى السرطان، ونسوي راندمايزيشن، يعني نشوف كل واحد إيش قد نسبة حدوث الورم أو حدوث مضاعفات بعد هذه الفترة. فالجواب ممكن، بس ما عندنا أي إثبات علمي لهذا الموضوع. إحنا الآن في كل مراحل التطبيق الآني لعلاج المرض، لعلاج السرطان معهم، ومحاولات كشف مبكر للكورونا لمرضى السرطان، وحالات العلاج وتخطي هذه المرحلة. بالنسبة لمرضى السرطان، هم مرضى محببين لنا، لأنه إحنا نعتني بهم قبل ما صار بهم إذا صير بهم كورونا الفيروس. المشكلة إحنا يجب إنه نعاملهم بي مور جنتل ذان المرضى العاديين. إحنا أساساً الكشف المبكر، العلاجات، التوعية، الوقاية، إضافة إلى يعني ما في مريض سرطاني يجي يأخذ كيميائي عندنا إذا ما يسوى له كل مرحلة بمرض يعني ال PCR test for the الكورونا فيروس. إذا شفنا إنه بوزيتيف نأخر للعلاج مالته حتى لا يدخل في مرحلة الدوامة المغلقة على إنه يصير عند المضاعفات. إحنا نخسر المريض بسرعة لو كان عنده
كورونا فيروس وهو في مرض السرطان، لأنه تأثير الكيمياوي وتأثير الإشعاع والجراحة هو كلش يكون كبير عليه. فيجب أنه نقلل من هذا التروما اللي يصير للمريض باي أنه نأخذ الفترة الحقيقية لمعالجته، إضافة إلى التوجيهات الحقيقية. مرضى السرطان يجب يكونوا أكثر حذراً، ما ينتشرون في يعني في المناطق العامة وهي أوريدي أنت إنه معزولة. التعامل في البيت مع الأطفال وخصوصاً والكبار يجب يكونوا بصورة معزولة. المشكلة الكبيرة هو الأطفال مع الكبار لما يصير عندهم مرض السرطان مع لا سمح الله مع الكورونا تكون المعاناة أكبر. والآن في كل المولات في الإمارات غلقوا الأطفال إضافة إلى أي شخص فوق 60 لدخول هذه المكانات. يعني التوعية بالنسبة للإمارات عالية جدا، نمبر الفحص الكوفيد تيست بالإمارات أكبر بلد بالعالم، ربع الإماراتيين الآن الموجودين سواء كانوا وافدين أو مقيمين أو إماراتيين حقيقيين أنهم عبارة عن مسوي لهم التيست ويكون نيجاتيف. أي مريض يكون بوزيتيف يعزل عزل تام لمدة 14 يوم. أي موظف بالمستشفى الآن لو كان كوفيد تيست يطلع يروح للبيت until 3 تيست يكونوا نيجاتيف يلا يرجع للشغل. السؤال جدا مهم، يعني احنا توقيف العلاج ما هنوقف العلاج لمدة شهر أو شهرين ثلاثة شهور، احنا نسوي له البي سي آر تيست after 3 أيام، يروح يقعد بالبيت مع الفاميلي بس يكون معزول عنهم، الكوميونيكيشن تكون واضحة معاهم، فيكون أحسن مكان إلى هو البيت. الناس كلها الآن قاعدة في البيت في هذه المرحلة مع خروج مؤقت الآن لبعض الإحداثيات البلد. بالنسبة للمريض نعيد للتست كل 3 أيام، فإلى أن يطلع 2 تست نيجاتيف ذاك الوقت نرجع إلى علاج الطبيعي. فما أصور بالسايكولوجيكال كونفليكت ألات، بس بصورة عامة أنه عبارة عن تأثير أنه نأخر علاجه بصورة مؤقتة، وما أصور أي تأثير على الورم في هذه الحالة. احنا بالنسبة لكم نشكركم انه استضيفتونا اليوم. مرض السرطان مع الكوفيد هو اسئلة متوقعة من كثير من الناس، معظم الناس يريدون يعرفون اجابات، وبالنسبة لنا احنا نطمئنهم في الامارات ما في اي شيء يخوف، وجود العلاج متوفر، الاجهزة متوفرة، اضافة الى معالجة الكوفيد متوفرة، فلذلك ما اتصور اي conflict in there بحالة علاجهم أو أي تأثير على الناس بصورة عامة. وأشكركم على استضافتي.